شاب بيطلع له قرون وبيكتشف ان بقى عنده قدرة عجيبة، ان اي حد يشوف القرون يقول رغباته المدفونة والحقائق الكاملة، فبيستخدم قدرته علشان يعرف قاتل حبيبته. تعالوا نشوف ملخص الفيلم. بيبدأ فيلمنا مع إيج المتهم بقتل حبيبته ميرين. بتكون الصحيفة والناس الغاضبة منه قدام باب بيته، بيسألوه عن الجريمة وايه رده على اتهامه بقتل حبيبته، وبعد كده بيروح على بيت عيلته علشان يناقش معاهم المصيبة اللي هو فيها، اللي بيكونوا مش مصدقينه اصلا. وبتقول امه انه مش مهم عندهم هو عمل ايه لانه في النهاية ابنهم، فبيتعصب لانهم مش مصدقينه، بيقول ليه بتساعدوني لو شاكين فيا لو للحظة. بيقابل ليه صاحبه المحامي الخاص بيه، بيقول له ان المختبر المسؤول عن تحليل العينات الخاصة بميرن اتحرق، ودي مصيبة مش في صالح ايج نهائيا لان ما بقاش فيه اي دليل يثبت براءته. بيروح الحانة لكن بينطرد من هناك بسبب الجريمة المنسوبة ليه، فبيروح للمكان اللي كان دايما بيتقابل فيه هو وميرن، وده بيكون نفس المكان اللي اتقتلت فيه. بيكون في بعض الناس ومعاهم ابوها في المكان رايحين علشان يصلوا ليها، وبيقول ابوها انه كان بيعامل ايج زي ابنه طول حياته وفي الاخر قتل بنته. وبعد ما بيمشوا بيتعصب ايج من الكلام اللي سمعه وبيتضايق وبيكسر كل الحاجات اللي حطوها قدام الشجره. بتيجي جيلينا صديقته بتحاول انها تهديه، وفعلا البنت ما بتاثرش وبتهديه في السرير. المهم بيقوم من النوم ولما بيبص في المرايه بيكتشف ان في قرنين خارجين من دماغه، ما ده نتيجة وساختك يا وسخ. بيروح لجيلينا وبيقول لها اذا كانت شايفة اي حاجة مختلفة في وشه، فبتقول له قصدك على القرنين، وبعد كده بتتصرف بغرابة وبتبدأ تقول له انها نفسها تكون تخينة لان كده كده محدش مهتم بيها، فبيستغرب منها وبعد كده بيسيبها وبيمشي. بيروح لعيادة الدكتور رينولد علشان يشوف له حل في القرون. بتكون في واحدة قاعدة جنبه وبتحاول تهدي بنتها اللي شغالة صريخ، ولما بتبص لوشه بتبدأ تقول له على رغباتها، بتقول له انها نفسها تضرب بنتها او تسيبها هنا وتمشي وبعد كده تتطلق من جوزها، ووقتها هتقدر تعمل علاقه براحتها مع مدرب الجولف تاني. بيقوم علشان يسلم الاستماره، فبتقول له موظفه الاستقبال انها عايزه تصرخ على ام البنت بسبب صريخ بنتها المزعج، فبيقول لها اعملي كده محدش مانعك. بتنبسط وبتبدأ فعلا تشتمها وتقول لها خلي بنتك تسكت، وبتقوم خناقة بينهم. بيقوم علشان يوقفهم، ولما بيمسك ايد الام بيشوف خيانتها مع مدرب الجولف وبتكون عملت كده قدام بنتها، ولما بيبص للبنت بتقول له انها عايزة تولع في امها بالكامل. والله عندك حق يا بنتي، امك دي قائدة زوجات الاسود اللي في العالم كلهم. المهم بيدخل للدكتور رينالد، بتبص له الممرضة بغرابة وبتقول له ان البنت اللي حبيبها خانها معاها شغالة عند المرسى، فعايزه تروح تولع في العربيه بتاعتها. ولما بيجي الدكتور بيقول له انت بتشتكي من ايه؟ فبيقول له انت شايف ان مفيش حاجه غريبه فيا؟ بيقول له الدكتور تقصد القرنين؟ فبيقول له ايج انت ازاي مش مصدوم من وجودهم؟ فبيقول له الدكتور انه صعب تذكرهم لانه اول ما بيلف دماغه بينساهم. وبيبدا الدكتور يقول له على رغباته اللي مش قادر يكتمها، وبيقول له ان نفسه يعمل علاقه مع صاحبه بنته. الفيلم اللي كل الناس فيه انجاز ده، فبيزهق ايج وبيقول له انجز وقطعهم وريحني منهم. القرنين ها؟ فبيديله منوم علشان يبدا يقص القرنين، وبيبدا يحلم بحبيبته ميرين وهم صغيرين، فاول مره قابلها في الكنيسه، ولما بيفوق بيكون القرنين زي ما هم، فبيروح للقصيص اللي بيكون خايف منه وبيقول له يبعد عنه. بيقول له ايج انه مش عارف يعمل ايه، فبيقول له القص ان كل ده حصل لانه قتل البنت، فبيقول له انا ما قتلتهاش، قول لي على اي حاجه اعملها علشان اللعنه دي تروح عني. بيقول القصيص انا ممكن اخدك للشجره اللي ماتت عندها ميرين واشنقك عليها، او تعمل الافضل وتشنق نفسك بنفسك. بعد كده بيروح لصديقه ليه، ولما بيقول له على القرنين بيكون ليه مش شايفهم، وبيقول له انا مش فاهم منك حاجه، قرون ايه اللي بتتكلم عنها؟ فبيقول ايج ان اكيد ما بيشوفش القرنين غير الناس السيئين، اما الطيبين ما بيشوفوهاش. بعد كده بيروح عند امه، واول ما بتشوفه بتقول انت ليه ما بتروحش المكان تاني وتبعد عن هنا؟ انا مش طايق اسمع صوتك لدرجه اني بكون عايزه اغني بصوت عالي علشان ما اسمعكش. وبتقول انا كل ما بشوفك بكون مش سعيده نهائي، انا بس عايزه اكون سعيده تاني يا حبيب قلبي. حرفيا قالت له يا حبيب قلبي بعد الكلام ده. فبيقول لها انا فاهمك، وبيقوم يحضنها وبتقول له ومش عايزك تكون ابني بعد كده. عندما تعجز عن التعبير. ولما بيروح للحاج ابوه بيقول له انه مخنوق انه بيداري عن ابنه اللي قتل بنت بريئه، فبيقول له اجي ازاي بتداري عليا؟ فبيقول له ان هو اللي خلى واحد يحرق المختبر اللي فيه الدلائل. بيقول ايج ان المختبر ده كان فيه الدلائل اللي هتظهر براءته، فبيزعق له ابوه بيقول له ازاي تعمل كده؟ البنت دي كانت الشيء الحلو الوحيد اللي فيك.
ولما بيمشي من عندهم بيلاقي الصحفيين ماشيين وراه لحد ما بيوصل للحانة وبيقول لهم اتخانقوا مع بعض واللي يكسب هعمل لقاء معاه. فبيبدأوا يطحنوا في بعض. بيدخل للحانة وهناك بيقول ان اي حد عارف اي حاجة عن القضية يقولها. بيبدأ كل واحد يقول رغباته والدفينة، وبيقول واحد من الموجودين انه عارف مين الشاهد اللي في القضية اللي بتكون جرسونة المطعم اللي كان فيه هو وحبيبته ميرين اخر مرة. بيفتكر المرة دي لما كانوا مع بعض وعرض على ميرين الجواز فرفضته وقالت له انها عايزة تسافر ومش هينفع تكمل معاه، وبتطلب منه يتعرف على حد احسن منها لانه يستحق الافضل لانها بطلت تحبه. فبيغضب ايج لانه بيكون فاكر انها بتخونه مع حد. بيقابل اخوه اللي بيسأله عن اللي حصل، لكن ايج بيسيبه وبيركب العربية وبيمشي. وتاني يوم بيكون قاعد في العربية في مكان قدام البحر، بيجيله احد افراد البوليس وبيسأله عن اخر مرة كان فيها مع ميرين. بعد كده بيروح يقابل الجرسونة الشاهدة في القضية، بيسألها عن الكلام اللي قالته للشرطة، فبتقول انها ألفت قصة علشان تتشهر وان ده حلمها من زمان انها تكون مشهورة. بيروح لاخوه بيقوله ان الجرسونة مجنونة وألفت قصة علشان تتشهر. فبيقوله اخوه انه عارف ان الجرسونة كدابة لانه مشي مع ميرين يوم موتها. فبيتصدم ايجو وبيضغط عليه بقدرته علشان يقول اللي حصل. بيحكي له ان لما كان بيوصلها استغل لحظة ضعفها وحاول انه يتحرش بيها. فقالت له يوقف العربية ونزلت باتجاه الغابة. ففضل مستنيها في العربية لحد ما صحي تاني يوم لقى جنبه صخرة عليها دم وايده كمان متلطخة بالدم، ونزل علشان يدور على ميرين. ولما راح عند بيت الشجرة لقى ميرين مقتولة، فراح عند البحر ورمى هدومه والصخرة اللي عليها الدم. بيتخانق معاه ايج، فبتيجي الشرطة وبتقبض عليه لانه تعدى الحدود اللي المفروض ما يخرجش منها. بيروح له ليه وبيخرجه، وبيقول له ايج انه استخدم قدرته على اخوه اللي اعترف له بكل حاجة. بيلاحظ ايج وهو بيتكلم مع ليه السلسلة بتاعت ميرين على رقبته، فبيقول له ان ميرين هي اللي اديتها له لانها بتحبه هو. فبيفهم من كده ان هو الشخص اللي خانته معاه، وبيبقى متعصب جدا ان حتى الشخص الوحيد اللي بيثق فيه طلع خاين. بيروح على مكان مهجور وبيفضل يضرب قرونه في صخرة علشان يتخلص منها، وفجأة بيلاقي الافاعي والتعابين بتتلم حواليه. بيكون خايف منهم لكنه بيكتشف انه بيقدر يتحكم فيهم وكأنه هو الشيطان بعينه، وبيبدأ انه يستخدم قرونه للانتقام من كل اللي أذوه. بيستخدم الافاعي في انه يشوه جسم الجرسونة وبيقول لها هتحتاجي وقت طويل علشان تكوني جميلة تاني. بعد كده بيروح لأخوه اللي بيكون معاه جميع انواع المخدرات، بيخليه يبلبع كل الكمية اللي معاه، وبيبدأ انه يهلوس وبيشوف موت ميرين قدامه وكل حاجة بتتغير من حواليه، وده عقاب ليه من ايج على اللي عمله. بعد كده بيروح يقابل ليه وبيبدأوا يشدوا مع بعض. بيسحب ايج الصليب من على رقبة ليه فبيشوف القرون، فبيعرف ايج ان الصليب هو اللي كان مانع ليه انه يشوف القرون. بيستخدم قدرته على ليه فبيحكي له على الحقيقة، وبيقول له انه كان موجود برا المطعم في اليوم اللي اتخانقوا فيه، وبعد كده مشي ورا تيري، ولما نزلت ميرين من العربية راح وراها، وكان فاكر انها بتحبه هو لما سابت ايج، لكنها قالت له انها ما بتحبوش وعمرها ما هتحب حد غير ايج. فبيتعصب عليها وبيغتصبها وبعد كده بيقتلها، وبياخد الصخرة وبيحطها جنب تيري اخوه. بيقدر ليه انه يضرب ايج ويسحبه لعربيته وبيولع فيها، وبعدين بيرميه في البحر، وبيبلغ الشرطة بموت ايج اللي انتحر بسبب شعوره بالذنب. بيكون ايج لسه عايش ولكن نصفه مشوه بالكامل، وبيروح لابو ميرين البيت وبيقول له انه عارف مين القاتل الحقيقي، وبيقول له انه هينتقم منه، وبعد كده بيديله السلسلة بتاعت ميرين، فبيقول له انه محتاج ليها اكتر منه. ولما بيلبسها ايج بيرجع لشكله الطبيعي. بيروح لبيت الشجره وهناك بيلاقي رساله من ميرين، مضمونها انها كانت عارفه انه هيطلب منها الزواج، لكن للاسف مش هتقدر انها تقبل لانها عرفت انها مريضه بالسرطان مؤخرا، وما ترضاش انها تربط نفسها بيه وهي هتموت قريب، وبتقول له ان عمرها ما حبت حد قده. بعد كده بيروح لليه وبيكتشف انه مش فاكر اي حاجه، لان الاشخاص اللي بيستخدم عليهم قدرته ما بيفتكروش اي حاجه بعدها. بياخده معاه لبيت الشجره وبيطلب ايج من ليه انه يعترف انه قتل ميرين في المكان ده، وبيلاقي الضابط جه هو كمان بعد ما تيري قال له على كل حاجه، لكن ليه بيهجم على الضابط وبياخد منه السلاح وبيقتله. بيجري عليه تيري علشان ياخد منه السلاح فبيضربه في رجله. بيتاسف ايج لميرين وبيقلع السلسله، وفجاه بيظهر جناحين بيض وبيطير في الهواء، لكن فجاه بتتحول الاجنحه لنيران مشتعله، وبيقع ايج على الارض وبيتحول الى شيطان بالكامل. بيفضل ليه يضربه بالنار لكن بدون اي نتيجه. بيجري عليه ايج وبيغلق
بيغرز قرونه في بطنه وبيرميه بعيد، وبعد كده بتيجي عليه التعابين وبتلف حواليه، وواحد منهم بيدخل في بطنه وبيدخل جوه بقه كعقاب اخير ليه، وبيقع يجي على الارض وبيموت بجانب اخوه. وبكده يكون انتهى فيلمنا. اتمنى يكون الفيلم عجبكم، ما تنسوش تدوسوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة علشان ما يفوتكمش اي جديد. سلام عليكم.